السلام عليكم، انا نايزك. فيديو جديد، كونسيبت جديد، يلا نبداو. وقت اللي يمرض الانسان بالكونسير يحاول يقرب من ربو ولا يعدي ساعات الاخرانية مع عائلته. اما دافيد باكراي قرر باش يمارس الهوية متاعو المفاضلة وباش يعمل اخي بالجرائم، وهي الفكرة الاساسية اللي خرجت منها اشهر افلام في العالم The Saw. تابع معنا هذا الفيديو حتى النهاية وباش تعرفني على شنو نحكي. انا نايزك، نجيب لكم قصص حقيقية. بعد ما قعد يتعارك هو السرطان برشا سنين، قرر باش يستسلم ويزي معانا، اما هو فشل في انهاء حياته. وهنا بدت الحكاية. بعد ما فشل ندم ورجع يتفكر اللي هو مازال حي، وقرر باش يسخر حياته كلها باش يعاقب كل العبد ما قدرش قيمة الحياة كما كان حاله هو قبل. حسب رايكم اش قرر باش يعمل؟ زعما يمشي للعباد ينصحهم باش يقدروا له الحياة وكل شيء؟ لا 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 لا، مش هكاك جملة. قرر باش يخطب العباد اللي ما يقدروش الحياة ويعذبهم باش يحبوا الحياة. بدا يختار في الضحايا متاعو وهو يراقب في التصرفات متاعهم عن بعد. وقت يتأكد اللي هما ما يعرفوش قيمة الحياة اللي عندهم، يخطفهم ويخدرهم وبعد يهزهم لبلاصة حضرها من قبل. السيد يعرف يخطط لكل كبيرة وصغيرة ويعمل خدمته بكل حب، وهيك البلاصة باش تكون من أكثر البلايص اللي يتراب الضحايا وما ينسوهاش جملة في حياتهم، وإذا كان قاعدوا حيين من أصل. ومن هنا يبدأ يصلح أفعال الناس وتبدي نظرتهم للحياة، وكما يقول هو يخرج من هيك البلاصة هو يحب حياته وإلا ما تبش خروج. وتصور انت عاد واحد يكون متخدر، ووقت يقوم يلقى روحه في بلاصة كحلة مليانة بريحة الجثث وريحة الدم وبدنه كله مكتف بالسلاسل، وما يحد عينيه كما يلقى لابسة قيمة قدامه وتخدم ويظهر فيها بوبي غريب ويخوف وتتكلم وتقول أكثر العبارات رعب. تفرجوا معنا الفيديو. ويبدأ التحضير من خلال تحدي وتقولها هيك البوبي في التلفزة، وهذه التحديات تكون حسب المكان يعملوا قبل ما يتخطف. مثال اللي كان يتجسس على الناس لازم يقلع عينيه واحدة ورا الأخرى باش يقدر مخيب الفعل اللي كان يعمل فيه. أكثر أفلام الرعب الحقيقية ديما تكون مبنية على قصص واقعية، وفيلم The Saw مخرجش على هذه القاعدة. فالفيلم خضع هذه التفاصيل من قصة حقيقية للرجل الأمريكي يدعى دافيد باكراي، ويعرف في وسط أمريكا بيقاتل صندوق الألعاب. هذا الرجل اكتشف اللي هو مريض بالكونسير ومبقالوش كان عوام قليلة من حياته بالضبط كما فيلم سو، وقرر تخصيص الوقت بقاله في ممارسة هويته اللي هي التعذيب، وخصص استوديو خاص للتعذيب بسوم تعدى 100,000 دولار. معناها السيد هذا صارف 100,000 دولار، وهذا ما غير شك أغرب حاجة يجم يسمعها الإنسان. هذه الصور هي تصاور حقيقية من البلاصة اللي كان يعذب فيها. الحقيقة اللي هو كان يعذب كان نسى، وكان همه هو الوصول للنشوة متاعه اللي تعتمد على تعذيبهم للحد الأقصى، ويجبرهم باش يعملوا حوايج قريبة من المستحيل باش يقعدوا حيين. ومن هيك التلفزة الصغيرة يقول لهم جملة من الأوامر باش يعملوهم. الغريب أكثر من هكاكا اللي كان عنده شكون يساعد فيه، وهي بنته جيمي ومرته اللي كانت تشاركوا في حب الاغتصاب والتعذيب والقتل. وتو نقول وصلنا لآخر فيديو. إذا عجبكم فرقوا الدنيا لايكات، وما تنساوش سبسكرايب واعطيونا رأيكم في الكومنت. كان معكم نايزك. لايك شير سبسكرايب and peace.